عدم التركيز وعدم التأهيل وعدم يعني ما فيش فوكسنج كده، ما فيش انا نازل لاستقتل. يعني ناس تقولوا ما تجلدوش اللعيبه، اللعيبه ما لهاش ذنب. هو كله ليه ذنب بصراحه. وقبل اللعيبه بكل امانه، بكل امانه احنا اداريا سيئين، وعايز اقول بكل حاجه بيتقمصوا قمص لما بيتم انتقادهم حاجه بصراحه برضو فظيعه. مين كله لعيبة. كابتن حازم بيزعل، كابتن محمد غرابه يعني على مستوى شخصي بحترمه جدا جدا جدا، بس احنا دلوقتي بنتكلم شغل، ودي اول تجربه له كمدير كوره حتى في منتخب. يا جماعه اللي يقبل ان هو يشتغل صحيح. بكل امانه، وجمال علام نفسه بيتقمص، اللي يقبل انه يشتغل في كره مصريه في اي منصب اداري لازم تتقبل النقد. انت لا تتقبل النقد ما تشتغلهاش، وكمان كمان اي شغلانه يا كريم فيها تقييم. الناس فعلا بتزعل وبتتقمص، بيتقمصوا لا، وبكل امانه بكل امانه احنا خلاص التجربه فاشله بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. دلوقتي الحل الوحيد بكل ما عشان ما نخشش في دايلاما، ما نخشش في ازمه اداريه مع الفيفا والكلام ده كله، كل واحد شارك في المهزله دي يرجع من كوت ديفوار، يا جماعه انا بعتذر لكم على الشكل اللي حصل، وانا اسف وانا هبعد شويه عشان اسيب فرصه لحد تاني يبسط الناس. بس هو ده اللي نسمعه. اي كلام بقى من نوعيه وانا مالي، دي مش مسؤوليتي، انا راجل اداري مش فني، كل الكلام ده انا اسف هيعني لي انا حاجه واحده، انت مش مركز غير مع مصلحتك الشخصيه. يعني مطلوب تصحيح المسار على جميع الاصعده سواء اداريا او فنيا، واللعيبه كمان اعتقد محتاجه تراجع نفسها. اعتقد محتاجين بقى نبدا يعني كجيل فعلا محتاجين جهاز فني جديد يغير من الجيل ده بقى. الجيل ده اللي هو احنا شغالين بيه اعتقد من 2016 2017 خلاص بح، المجموعه دي اللي هنلعب بيها محتاجه تغيير. التغيير بقى مش هيتم مع نفس الناس، نفس الناس هنجيب نفس الناس صحيح. احنا محتاجين ناس جديده. لما تيجي بقى الناس الجديده نشوف بقى احنا واقفين فين، ولازم ننزل بمعدل الاعمار بتاعتنا. ان احنا بنتكلم في معدل اعمار وقت منتخب مصر من 27 28 سنه، ده معدل كبير، وحتى ما فيش اي منطق ان انت بلد بتخطط لمونديال 2026.